توقفوا. ما الذي يقولونه؟ يتحركون للانتقام للجنود الذين قتلناهم ليحترقوا بالخوف على أرواحهم. يا أخي توقفوا. سيدي بوكتوك، أنتم انتظروا هنا. الآن أنت أمامي، وأخيرا بايعت سلطان السلاطين جيخاتو ودولته. أخبرني، هل أتيت إلى هنا لتطلب مقابل هذا يا سيد عثمان؟ لقد عقدنا اتفاقا معا، وبحكم ذلك إن تراجع أحد منا فيمكن أن يتدمر كل شيء. إياك أن تنسى ذلك. الاتفاق اتفاق، أنت أصبحت معنا. يوم الضرائب يقترب، سنتحدث بهذا لاحقا. الآن لأن السيدة مالهون حاربت معي، سيرغب نيكولا بالانتقام من السيد عمر. وهل تريد مني أن أمنع هذا؟ إن أمانة كل القبائل التي على هذه الأراضي التي فتحها والدي هو مسؤوليتي. إن حصل أي هجوم تأكد أنني سأعتبره ضدي. الذئب الأزرق قوته ليست من القطيع وإنما من إيمانه، وإيمانه يصبح إيمان القطيع. وإن لم نقم بهدم إيمان القطيع سيأتي ويهدمك، سيقتلك دون أن يلوث أنيابه بدماء ثعلب مثله. الذئب الأزرق الذي يدافع عن قطيعه أتى إلي. أنا توغاي الشامان الأسود ليريني أنيابه. كيف يمكنني أن أثق بكلامك الآن؟ سوف ترى هذا عندما يجلب لك جامع الضرائب الذهب يا توغاي. سنرى يا سيد عثمان، سنرى. كن مرتاحا، إن كانت القبائل تحت حمايته فنيكولا رقبته في قبضتي. سوف نرى.
الذي قلته له يا سيدي؟ إنه يعلم ما قلته، لكن ما لا يعلمه هو ما لم أقل. ما الذي ستفعله الآن؟ بعد أن أقوم بتنفيذ أوامر جيخاتو، سأقطع لسان عثمان وآكله.